أيها الأحرار العرب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج مصر النهاردة في بداية أسبوع. إن شاء الله يكون أسبوع خير على حضراتكم جميعا. على طول الخطيب أرسل رسالة أو برقية رسمية إلى وزارة الشباب بيطالبهم فيها بأنهم يشوفوا حجم التبرعات اللي عملها أو اللي بعتها تركي آل شيخ. الخطيب أرسل الرسالة دي الحقيقة وطالب فيها الوزارة بتشكيل لجنة تكشف كل شيء عن التبرعات. ده الخبر ومعاه صورة الجواب بتاع الأهلي. الخطيب بيطالب وزير الرياضة بتشكيل لجنة مالية، وقال لخالد عبد العزيز أنه يشكل لجنة مالية برفيعة المستوى لحصر مراجعة وحصر كافة الأموال التي تبرع بها السيد تركي آل شيخ للنادي، والتأكيد على أن تلك الأموال دخلت الحسابات البنكية للأهلي باعتمادات وقرارات رسمية من مجلس الإدارة، وتم صرفها في الأوجه المخصصة لها بمستندات موثقة. وتفضلوا. الخطيب الحقيقة عمل ده بعد 3 أيام من الفضيحة اللي فجرها تركي آل شيخ من يومين أو 3 بفضيحة مدوية اهتزت لها كل مصر. الفضيحة كانت عبارة عن بوست كبير جدا طويل كتبه تركي آل شيخ بيفضح فيها مسؤول النادي الأهلي، وقال أهو الخطيب تحرك بعد 3 أيام. ده كان رد تركي آل شيخ على الجواب بتاع الأهلي اللي حصل، بيقول يعني يا ترى ليه كان الصمت، بيسأل بعد 3 أيام. هو كان كتب من 3 أيام الفضيحة، بيسأل تركي آل شيخ وحقه يا ترى أخيرا بعد التحرك بعد 3 أيام يا ترى ليه كان الصمت. ده اللي سأله، أو ده كان رد فعل تركي آل شيخ. احنا عشان بس ما نرجعش تاني للحدوتة اللي اتفجرت من 3 أيام والآراء اللي اتقالت عليها، لكن كان تركي بدأ القصة دي من 3 أيام بأنه نشر البوست المرعب ده وفضح فيه الأهلي ومجلس إدارة الأهلي تحديدا، بلاش الأهلي يعني، وقال إزاي إن هو الطلب منه من قبل، لو معايا تبشيرة أحط لك، وطلب مني من قبل جهات وأشخاص لدعم محمود طاهر، لكن لحبي للخطيب كلاعب ملت للخطيب. وبيقول الخطيب راح له الرياض وطلب منه دعم وقعدت معاه وفضح بقى كل حاجة. فضح إن هو إدى للخطيب 5 مليون لتمويل حملته الانتخابية للفوز برئاسة النادي، وقبل الانتخابات طلب دعم كمان واتصل وقال له الانتخابات شرسة ومحمود طاهر في استطاعات الرأي متقدم عليا، وابو هشيمة وساويرس بيأيدوه وبيدعموه وطلب الدعم والتدخل، فوصل له مبلغ 1,000,000 جنيه إضافي عن طريق واحد اسمه حمادة اسماعيل. وبيحكي بقى بعدها تدخل تركي آل شيخ في صفقات الأهلي وعبد الله السعيد وغيره، وبيحكي كمان كلام بايخ جدا على اني حارس الاهلي اللي هو كان طلبوا يدعموا الاهلي بحارس مرمى، فسالوا تفضل مين، اما عواد حارس الاسماعيلي او الشناوي حارس الزمالك، وقال له انه بيفضل الشناوي، او الشناوي قصدي عنده فقره في عقده ممكن مش عارف ايه لاخره يعني، وبيكلم على المبالغ والمهاترات وازاي اتدخل مرتضى منصور علشان يصطاد في المايه العكره. ف الحقيقه هو لكن حب تركي آل شيخ للخطيب وللاهلي خلاه يدعم الخطيب، ودعمه كمان في تجديد اللاعبين احمد فتحي وعبد الله السعيد واعاره لاعبين ما بيلعبوش اساسي زي صالح جمعه واحمد الشيخ وغيره. وبص تركي آل شيخ في البوست ده حكى مهازل الحقيقه فضايح، يعني لا تضع الا في تحت بند ان دي كانت فضايح. ازاي نادي زي النادي الاهلي العريق ده يطلب من واحد ايا كان الواحد ده وزير او مليونير او غيره، يطلب منه انه يتدخل بالطريقه دي. الراجل زعلان في البوست انه يعني انا مش شوار رز يا جماعه، انا بتدخل وبدفع فلوس بس كمان يعني عاملني على ان انا راجل ليا سهم. وده يمكن يرجع لنا سبب استقبال تركي آل شيخ في النادي الاهلي بحراسات و4 عربيات لو انتوا فاكرين الفضيحه دي. النهارده طلع محمد أبو تريكة، ولأول مرة يشتبك أبو تريكة في موضوع يخص الأهلي بالشكل ده، وطلع كتب مجموعة تويتات كده لكن كلها الحقيقة عاقلة جدا، بيقول فيها الأهلي فوق الجميع، أو واحدة منها يعني بيقول أتمنى
من مجلس إدارة النادي الأهلي الموقر أو النادي الموقر أن تفتح لنا نحن مشجعي النادي ومحبيه حسابا بنكيا لرد كل المبالغ اللي قدمها معالي رئيس هيئة الرياضة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. ده كان حله، وبيقول لنساهم معا في محو الحزن والألم الذي أصابنا جميعا جراء الأمور الأخيرة، ومن هنا أعلن تنازلي عن جميع مستحقات القديمة لدى النادي الأهلي على أن توضع في هذا الحساب. هو نفسه عايز يبادر ويشترك. كلمة أخيرة لمعالي وزير الرياضة اللي هو تركي، نعلم أنك تحب الأهلي ولكنك أخطأت في حقه. من يحب الأهلي يعطي ويبذل كل نفيس في سبيل رفعته ولا ينتظر المقابل، هكذا تعلمنا في مدرسة الأهلي. وبيقول وكلمة لمجلس إدارة النادي الكبير النادي الأهلي، أعلم أنكم تحبون وتعشقون الأهلي، فيكم من هم أساطير لهذا النادي وسيبقوا أساطيره، وفيكم من تربى وكبر في هذا النادي. نشعر بحزن وألم لا أعرف كيف تزيله من قلوبنا وصدورنا، سامحوني لا أملك سوى هذه الكلمات أكتبه على الملأ، لأنني ليس بينكم ضعوا الأهلي فوقكم. إذن رأى محمد أبو تريكة، هو اتكلم كويس جدا عن تركي زي ما انتم شايفين، واتكلم كويس جدا عن مجلس الإدارة، لكن وصف الأزمة بأنها سببت حزن وألم ما يعرفش إمتى تأثيره هيروح. وفي النهاية طالب بشكل عملي مش بشكل لطم ولا غيره، أنه إحنا كلنا نفتح حساب بنكي ونحط فيه المبالغ اللي ممكن نردها لتركي آل شيخ. خليني أقول لك أنه ذباب الإلكتروني بتاع السيسي أو بتاع السعودية، وده ذباب رهيب، بس بص اسمع، ثبت ان الذباب الالكتروني لجان السيسي اقوى بكتير تاثيرا من ذباب السعوديه والامارات، ودي الحقيقه شهاده مش مني، دي من الاستاذ نصر الدويله، كان كاتب من يومين تويته كده انه الذباب الالكتروني بتاع الخليج ما قدرش عليه فسلطوا عليه الذباب المصري، فهو قال يعني شهاده ان الذباب الالكتروني المصري بصراحه يعني صيع حاجة يعني. فالذباب الإلكتروني المصري والسعودي طلعوا على أبو تريكة هاشتاج إنه عميل قطر. الراجل عايز يحل المسألة، والراجل ما غلطش لا في الخطيب ولا في تركي ولا غلط في حد، لكن طلعت على طول لجان إلكترونية من السعودية ومن القاهرة في تحالف إلكتروني قميء عشان يشوه صورة أبو تريكة ويقولوا عليه إنه عميل قطر. يعني انا بسال ما العيب في ان انا اكون عميل قطر؟ يعني يا جماعه بس واحده يعني ايه العيب ان انا اكون عميل قطر؟ طيب هل عيب ان اكون عميل قطر؟ طب ما بالك بالعميل الصهيوني. يعني استطاع الانظمه العربيه انها تخلي العميل الصهيوني عظيم، وعميل لدولة عربية مسلمة بقت شتيمة. والله دي حاجة غريبة جدا. على كل حال هو ده شأن الكورة، انها بتلبس في السياسة او السياسة بتاخدها ناحيتها.